عليكم، مرحبا بك سيدتي معنا في الحلقة الثانية لبرنامج رمضان معك سيدتي على اليوم 24. اليوم إن شاء الله هنقترح عليك لوك جديد كيف ما وعدناك بالنسبة للسيدة اللي كتشتغل خارج البيت واللي يعني كتبغي تلبس واحد لمسة تقليدية في هذا الشهر المبارك سعيد، ولكن يعني الشغل ديالها ما كيسمح لهاش أنها تلبسها. اليوم غادي نقترح عليك لبسة اللي بسيطة وجميلة عملية مبردة ودخلنا عليها واحد لابتيت توش ماروكان اللي ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالك. تبعوني كما العاده لدغيسين ديالي. الاقتراح ديالي لك سيدتي بالنسبه كيف ما قلنا للسيده اللي كتشتغل خارج البيت واللي كتبغي تلبس واحد اللمسه تقليديه في اللباس اللي غتمشي به للشغل ديالها، اليوم اختاريت لك سروال قنطريسه يعني سامبل في الكحل في الاسود. غادي يعني ندير معاه واحد الانو اللي واتيتو معاه من نفس الخامه، غادي يكون حتى هو سامبل اوني في الاسود، وغادي نزيدو عليه هاد لو جيلي بلي مانش طوال ديال لولا يعني ثوب مبرد بزاف. وما نساوش الاكسسوار بيان سور، زدت عليه هاد المجدول اللي هو من الصنع ديالي. غادي نختاروا ليه ايضا فولار لي ان شال لي اسورتي كيف ما شفتوا، يعني فيه واحد شويه ديال الزرق باش ما نبقاو شايف داك الالوان ديال الاسود والازرق. غادي نخرجوه يعني باش نبغي نثير الانتباه لهاد المساله هادي، ماشي حيت لابسه غادي نلبس الاسود والبلو سيال خصني ندير اما فولار بلو واما فولار ولا شال في الاسود. يمكننا كيف ما كتشوفوا ان شاء الله غادي تشوفوا لو روندو اللي غادي يعجبكم. هاد الشال بالعاني اختاريته في اللون الوردي اللي غادي يخرج هاد الالوان كلها وغادي يعطي واحد الحيويه كيف ما كنقولوا لهاد اللبسه. غادي نخليكم وغادي نلبس لكم هاد اللبسه هادي ونخليكم يعني تعطيوا الراي ديالكم والتعليقات ديالكم كيف ما قلنا، والملاحظه ديالكم مرحبا بها، والافكار ديالكم حتى هي مرحبا بها. شكرا. We'll be right back.